السلام عليكم الزول في اللون، مرحبا بكم ناس الجياز كاو توجور مع جديد واخبار شبيبه القبائل. غنحكيو على نتائج بوزيدي مع شبيبه جيجل، نتائج رائعه جدا جدا وحاجه مليحه لشبيبه القبائل مع هذا المدرب ان شاء الله. راح نحكيو كيف التقى الرئيس ياريشان ولم يكن مع البعثه التي سافرت مع تونس، ربما سيلتحق غدا او قبل ذلك. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه واتركوا لنا تعليق، بارطاجي الماكسيموم لعل وعسى في خير ان شاء الله. تبعوا الفيديو حتى الاخر. نبداو بالرئيس ياريشان كيف التقى، وبعد نروحوا نتائج بوزيدي مع شبيبه جيجل. الرئيس ياريشان لم يكن ضمن البعثه التي سافرت الى تونس، التقى بالمدرب الجديد لشبيبه صباحه اليوم. سيمضي على العقد الى غايه نهايه الموسم يوم الاحد ان شاء الله، وسيباشر مهامه يوم الاثنين في حصه الاستئناف تحضيرا لمباراه اتحاد العاصمه. هذا واش كاين، التقى، حاجه مليحه ان شاء الله للشبيبه، ان شاء الله مربوحه فقط، وان شاء الله الشبيبه تخرج. لاباك لما نشوف الجمهور اللي راه لتونس، صدقوني باللي زيد نتفائل اكثر واكثر. مازلنا نديروا فيديوهات على هذا الجمهور الرائع جدا جدا جدا. شو عليكم نتوما، بارطاجي الماكسيموم، ديروا لنا لايك يا جماعه، ابوني في القناه، دائما كاين جديد في القناه هذه ان شاء الله. الجديد والحماس هذه اوبسيو فينا بربي ان شاء الله. المهم 15 مباراه لبوزيدي، 11 فوز مع شبيبه جيجل، ركز مليح، 11 فوز خاوتي، 15 مباراة 11 فوز، ركز، زيد 3 تعادل، أو خسر غير ماتش واحد يا جماعة، أو خسر غير ماتش. ونزيد نعطيكم معلومة فقط، أنا حكيت مع جواجلة قال لك شبيبه جيجل سابها بها سوارد، ما كانش، لو كان سوارد النتائج وشفناهم، شفنا هذاك الجمهور اللي يتبعه. المهم شبيبه جيجل او دار الباز العام هذا، وكان ربما جمهوره حاضر بسبه بوزيدي. شفنا وروحوا شوفوا لي فيديو وشاهدوا كيف يلعب وكيف كان بوزيدي على خط التماس. هاي هذه نتائج ربما تقول للزعيم انك انت هو مدرب الشبيبه وانت منقذهم من المشاكل اللي ما حبش تخلص هذا العام. انت المنقذ بربي ان شاء الله، انت منقذ الشبيبه. المدرب هذا نعرفوه من شفتوه كيف يتحرك في على خط التماس، راهو في تقريبا في اللقاء كامل عنده حركات اللي تخلي اللاعبين يتحمسوا، وهذا سر قوته ان شاء الله. قراءته للاعب جيده جدا، قراءه مراكز اللاعبين ايضا مليحه، راح يساعدهم في التدريبات ان شاء الله، راح يحفزهم وراح يفتح لهم ابواب جديده ان شاء الله. لذلك راني متفائل، ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه، واتركوا لنا تعليق، دائما الجديد في هذه القناه. سلام خاوتي.